ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيو النهارده عن كريم اسمه ماكروبانسينول. الكريم ده 50 جرام، ده عرض من صيدلية العزبي لسه جايباه النهارده. 50% 50 جرام، فالاتنين مع بعض 100 جرام، فحجمهم حلو. كمان وانا بشتريه بصوا لقيت في العلبة عليها يعني اللون الاسود كده على مكان السعر، فقلت ممكن ما يكونش ده عرض ولا حاجة، وهم بس شاطبين الاسم، والاسم عرض وهو مش عرض، وسعره مثلا 20 جنيه، فالاتنين مع بعض سعرهم 40 جنيه. ففضلت بقى صراحة وراه لغاية لما عملت الجزء ده كده، فضلت اشيله لقيت مكتوب عليه 35 جنيه، فالاتنين مع بعض ب40 جنيه. هما زودوا 5 جنيه وعملوا عليه عرض، فهو اعتقد هيبقى حلو جدا برضو، وفرصة انكم تشتروه لان الشتا داخل طبعا، يعني فاضل مثلا شهرين وشوية وهتلاقي بقى الجو ابتدى يغير. فطبعا احنا بنخرج من الصيف، بشرتنا مسمرة، ايدينا مسمرة، فانت بتستخدمي حاجات للتقشير او تفتح الايد، فانت محتاجة كمان حاجات ترطيب. وكمان في الشتاء ده هيبقى كويس جدا، فانا جايباه هو اللي هو يكمل معايا مثلا لغاية الشتاء كده او لأول الشتاء على الاقل، ولو لقيته حلو هكرره تاني. فانا سمعت عن الماكرو بانسينول ان هو كويس يعني وكده، فعشان كده جبته. بس عامه من غيره حتى انا داخل دماغي، لان انا كنت بجيب البانسينول وكان حلو، فيعني قلت اجيب ده بقى حجمه كبير وفي نفس الوقت ترطيبه برضو حلو، لانه مكتوب عليه اللي هو لتنعيم الجلد وللجفاف، برضو بيعالج الجفاف و يرطب الجلد. تستخدمي لايدك او لرجلك او لبشرتك عادي، بس البشره الحساسه ممكن يبقى مش نافع معاها قوي ويسبب لها التهابات، بس البشره الجافه هيبقى حلو جدا. ف يعني جيبوه مش هتندموا، يعني ليه اكتر من استخدام، وفي الشتاء برضو ده حلو جدا. فهطلع اتكلم عنه بس بعد ما استخدمه مده كفايه واشوف نتيجته، يعني مثلا بعد اسبوع لو نتيجته سريعه هتكلم عنه، ممكن يقعد شهر مثلا، فهتكلم عنه بعد ما اشوف النتيجه كويسه كمان، مش مجرد ان هو للترطيب بس، اشوف مثلا هو اخره ايه. يعني مش عايزه اللي هو يكون ترطيب فقط، يعني ممكن بينعم الايد، بيفتح، ممكن بيقشر، الحاجات دي كلها. فانا هجربه الاول واشوف. بس هو مش كاتبين تقشير، يعني هو بيرطب وبيجدد الجلد للجفاف وخشونة الجلد الناتج عن المواد الضارة وتعرض للعوامل البيئية بقى وكده. وبرده بتستخدميها اثناء الرضاعة والحمل، بس طبعا بتغسلي مكان المكان الرضاعة يعني عشان التشققات اللي بتحصل في المكان ده وكده. فهو بجد يعني في ليه مميزات، ملوش اضرار يعني، اعتقد ملوش اضرار يعني صعبة. هو بس ما تستخدموهوش لمنطقة الحفاضات للاطفال اقل من 3 سنين، فانت ما تستخدموش اصلا يعني للمنطقة دي او للاطفال، فانت تستخدمي احنا ككبار يعني عادي وجلدنا يستحمل. هو ده الريفيو النهاردة، اتمنى اللي هو يكون عجبكم. باي باي.